عقد بمقر الإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة اجتماعا أمني للوقوف على العمل هناك. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة البحث الجنائي وليد العرفي أن الاجتماع كان بحضور مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي المكلف. الإدارة العامة للبحث الجنائي عقد اجتماع بحضور السيد مدير الأمن لمديرية أمن بنغازي وكذلك السيد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي المكلف لوقوف مع رؤساء الوحدات والأقسام التابعين للإدارة العامة لوقوف عن عمل وأداء هذه الإدارة، حيث أعطى السيد مدير الأمن وكذلك مدير الإدارة العامة المكلف نصائحهم وإرشاداتهم لأعضاء أو مرؤوسين هذه الإدارات أو الأقسام من أجل متابعة وسير العمل داخل هذه الإدارة.